Buriage, Burmage, Nakwage, Awage, Boyegi, Mustagi, Gaznagi, Sufragi. ايه دي مش مسجله النمره عندك ولا ايه؟ طب سجليها بقى. بقول لك انا عايز افوت عليك دلوقتي، عايز منك حاجات. عندك بوريك صيني؟ بوريك باروكة رجالي صيني عايزها في حاجه، ولبس صيني اللي هو قميص ده ابو ياقه واقفه حرير كده عندك منه؟ قشطه. وبنطلون وبتاع. هقول لك حاجه افوت عليك، وانا هفوت عليك وحاجه اقول لك فيه ايه. طبعا الفلوس حديها لك وقتي، خلاص بقى احنا اتكلمنا موضوع الفلوس ده انسي معايا، خلاص الحاجه اللي هنتعامل بيها هنبقى وقتي مع بعضينا. ماشي يا مو، هفوت عليك كده كمان شويه. مع الف سلامه يا اختي، مع الف سلامه. بس كده 100 100. اتصل بالغندوره بقى مديره اعمال اشوفها هتعرف تقابلني بقى ولا لا. الو، ايه يا مدير؟ بقول لك انا تعرفي تقابليني كمان ساعه في نفس المنطقه اللي بنتقابل فيها على الكورنيش كده؟ كمان ساعه؟ ماشي يا حبيبي، هقول لك وقتي. ماشي يا حبيبي، باي باي، سلام. بس 100 100 كده من غير انزلها. ايوه جاي.
اتفضلي يا ست الكل، الشيشه بتاعك كل مره. لا لا لا، مش عايزه شيشه كل مره دي. وبعدين انت اصلا كل مره تجيبها لي مكتومه. مكتومه ازاي؟ ده انا بغسلها لك اول باول بصابون المواعين. يا عم تلهي، شيل الشيشه بتاعتك دي وهات لي شاي بس يكون كشري. وكتر لك الدقه. عندك واحد شاي وكتر الدقه. اهلا، ازيك يا عرب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. شكرا. اقعد. ما قلت لك اتفضل. انا رحت لك المكان اللي بتقعدي فيه من الجيش. البلديه طبت علينا مره تانية. لولا خالي سويسه كان معايا بالصدفه كان زمان البضاعه اتلمت مننا. فداكي. كلام كلام والله. وساعه الحساب تقول لي فلوسي. مش انا اللي اقول كده يا انسه زيزي؟ انسه زيزي، يجبر بخاطرك ربنا. على فكره انا قلت لخالي سويسه ان انا خدت منك الفلوس. ليه بقى؟ يعني ايه ليه بقى؟ مش ده خالي وعارف كل ظروفي؟ ولاني جبت بضاعه جديده سالني طبعا جبت الفلوس منين. قلت له منك. ولا عايز نكذب؟ لا بس انا كنت خايف على مشاعري. مشاعري يا حنين. تشرب ايه يا عم الحنين؟ شكرا. لا يا سيد، لا يا سيد كده كتير، انا ما بحبش الطريقه دي يا سيد، حرام عليك. انا حاسه ان انت هتطلع من التلفزيون وتقول لي فين يا تيزا. تعرف انا حاسه ان انت ناقصك بدله ابيض في اسود. وانا حاسس انك متوتره فعلا. برضه متوتره؟ سيد انت بتجيب الكلام ده منين؟ هقول لك بس بعد ما تقولي لي الاول، خليك سيسا عملك ازاز ريحه ولا لسه؟ اشمعنى؟ نفسي نفسي اجيب لك هديه. يا لهوي ينيلك يا موكوس، انت يوم ما تجيب لي هديه تجيبها لي من اللي خالي بيعملها لي؟ والله. طب ايه المشكله؟ هو ايه المشكله ايه؟ الريحه دي بتجيب حساسيه في الجلد وبتقلب في الاخر على جرى. معقوله؟ طب وليه بتبيعيهم؟ ارزاق ارزاق يا عم، حمايه المستهلك. عموما انا بفكر اصلا اسيب الشغلانه دي لحد ما خالي السيسه يشوف لي شغلانه تانية زي ما وعدني وقال لي. هتيجي المحل مع الست الوالده؟ الست الوالده؟ حرام عليك يا سيد، لا كده بجد انت هتبقى مرارتي. الف سلام عليك وعلى مرارتك. بقول لك ايه، تيجي اعزمك على رز بلبن ولا مهلبيه؟ ولو كلت الاثنين انا هكون مسرور. اتاخرت كده ليه بس يا سيسه؟ اشوفه هو فين. عنك ما رديت، كان لازم اقوله لا احسن يفتكر ان بنت سهله واقدر اخرج في اي وقت. اترمس يا ست هاني. ما حدش طلب منك حاجه يا اخويا. من غير ما تطلبي، ده ميري تبع الباشا. يعني من غير فلوس؟ ايوه. لو كده ماشي تشكر. العفو. سلام عليكم وسلام وموز عليكم جميعا بندق وجوز. هو يا اسود ده؟ نعم. اسمي لي يانج جين، عندي بضايع من الصين، هل تحبي ان تشترين؟ يا عم شوف حالك بعيد عني في ليلتك دي. عندي بضائع عالميه كلها من شركات صينيه، ولا بد من الالتزام حتى يتم البيع تمام التمام. يعني ضاقت بيك الدنيا ما لقيتش غير الحته دي تبيع فيها؟ لكي تشاهدين وايضا تشترين اسمي لي يانج جين. اللهم طولك يا روح. ارى كل الحبيبه اثنين اثنين، لماذا انت لوحدك واين نصك الزين؟ وانت مالك، خليك في حالك يا رنجة. او رنجة؟ ليس اسمي رنجة، اسمي لي يانج جين. واحفظي هذا الاسم وانت مسممة، لانه سوف يكون له دور في حياتك القادمة. ما تتلم يا جدع عند فلتك دي. الله، لا تمدي يدك او رأسك او طولك فوق، لاني العب الكونغ فو. خوفتني. لا تستهتري بي، انا معي شراب صيني كي اشربه علشان لما اشوف الواد بتاعك اضربه. لا ده انت قليل الادب بقى، ولازم اوري لك مقامك. بتتكلم عن الواد بتاعي؟ وريني هتود ايدك ازاي. شو 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 سيبك منها يا عم ليانج وخليك معانا، ورينا البضاعه الصيني اللي في شنطتك كده، عايزين نتفرج عايزين نشتري. أنا معي بضايع كتيرة بس بضايع غاليين ومش هتنفع ليكوا يا حلوين. ممكن تاخد المزة بتاعتك وتقعد وتسيبني.
مع الحلوه دي لوي. انت ايه حكايتك يا راجل؟ معاك بضاعه ومش عايز تبيع لهم ليه؟ شوف يا اختي الراجل، ما الصين وقليل الادب قطيعه. ليس قليل الادب، ولكن نحن في الصين بنقدر الجمال ونحب الجلاش، عشان كده انت ابيع لك اي حاجه ببلاش. مع نفسك بقى. رايحه فين؟ اسكت بقى وامشي من هنا، ده انت طلعت فقر، الواد باين انه مش جاي. اقفلي بدل ما نرد عليكي. خلاص انت حره، انت خسرانه هفتح عليكي وانت خسرانه خلي الكارت بتاعك يروح. يلا الو. ها دنيا. ايوه انت فين يا بت؟ انت فين يا بت؟ انت فين يا بت؟ يخرب بيتك يا زيزه. هو زيزه واللي انت لابسه ده الباروكه دي؟ عشان تعرفي يا بنت انا ممكن اشتغلك في اي وقت واحمل معاكي نمر ما جاتش في دماغك. ازاي ما عرفتكش؟ ده انا طلعت مغفله قوي. مغفله بس؟ ده انت طلعت حماره كبيره. يلا بقى قوم اصالحك، اروشك كده واجيب لك شويه ترمس حلوين. لسه هتقول لي ترمس؟ انا اتنفخت بالترمس طول الليل. امال عايزه ايه؟ عايزه اتعشى ولا هنقضيها سنكحه؟ وانا في العاده بقضيها سنكحه بصراحه كده يعني، بس عشان خاطرك انا هنعمل معاك واجب كبير قوي. ايه رايك هعشيك النهارده لحمه راس واركب مركب في النيل؟ الله، ده انت داخله على طمع بقى. ماشي يا بنت حامد، وهركبك مركب في النيل. ماشي، غالي والطلب رخيص. تكلم الواد عسليه بس علشان اغير اللبس ده. ولا عسليه، بقول لك 10 دقايق كده وتحصلنا على اللول بتاع السمين. اسمع، هتجيب لي معاك تغييره بنطلون جينز كده وفانيلا حلوه عشان رايح اسهر هتعشى. اه، وتاخد الشنطه بالمره تحطها في المحل وبعدين تقفل المحل وتروح. يلا بسرعه 10 دقايق تكون هناك. يلا مع السلامه. يلا احنا بقى عشان نتكل على الله. سيني سيني عشان ما حدش يقرشنا. وبعدين مع البنت دنيا دي، هي هتقضيها بقى ليل ونهار كده في الشوارع ولا ايه؟ ما تسيبها تشوف حالها، البت كبرت، مش يمكن تلاقي لها عريس يسطرها ونخلص؟ يعني العرسان ما يجوش بالصرمحة في الشوارع؟ ما تقلقش عليها، قلت لك كذا مرة دي تربية إيدي. عارف، عارف والله العظيم إنك أنت مربيها كويس، وعشان كده حاطك جوه عينيا عظمة، يعني أنا عيني فيها عظمة. حاسب حاسب، لحسن الدمعة هتفر من عيني. قولي مصاريفك ايه النهارده عشان اعيدها في الدفتر؟ عندك جوه، اما نشوف اخرتها ايه مع البيت دنيا دي. انت هتشتكي من اولها يا راجل؟ دول هما كام ترابيزه على كام كرسي والباقي عده الشغل. ادعي إيه كده، خلي ربنا يكرمنا ونفرش بكره. خايف، خايف يا عظمه من الناس، محدش بيسيب حد في حاله. البيت دنيا قالت لي ان سيسه مع الظباط كده، وقالت لي كمان انه ليه في السياسه. سيسه له في السياسه؟ ده ملوش في حاجه خالص. وراش عرفني، دي قالت لي كمان ان طلع في التلفزيون. اه، تلاقيه سرح بيها بقى وزعلها البرنامج بتاعه اللي هو بتاع كله حصري عند سيسا المصري. يا دماغك يا حامد، تتصور كلتها نسيت خالص حكايه الحصر دي اللي لما فيها فلوس قد كده من الناس وضحك عليهم يوم الماتش. بص بقى، تطلعي للمكان، جايبك في مكان ايه؟ ديجيتال 100 100، اخر حلاوه. انا بقى عايزه اللفه اللي في ايدك دي، انا جعانه. يا بت بطلي تفاصه يا بت، استنى عشان ناكل جوه. الله، هو الجو في تفاصه ومش تفاصه يا سيسه؟ جعانه. الله، هتضيع الجو اللي انا عامله لك ده، انا عامل لك جو شعري جوه. شعري بلحمه راس؟ لحمه راس بقى يا جماعه اللي هنا. يا جماعه اللي هنا. ايه يا عبي في ايه؟ ما انا واقف قدامك اهو بقى لي ساعه واقف. هوبا، ده طاير طاير طاير. مساء الفل يا عمنا. مساء الجبال، اهلا يا باشا. خلاص، طب بص خد الاكل ده من غير ما تفتحيه علشان الاكل ما يبردش. بس عشان ما يبردش خرب بيت تفاصيل. استنيني هنا، استنيني هنا عشان ده طاير. اجي لك وقت تاني بقى تكون انت كده عملت دماغك اخدت بالك ولا ايه نظامك؟ ليه يا عم؟ انا وراي حاجه غير اكل عيشي. الله يبارك لك، اصل انا يعني كان عندي برضو اعمل معاك واجب احلى من كده بكتير، بدل الصنف اللي انت بتشربه ده. عندي صنف 100 100 بس ملحوقه بقى، انا مش فاضي دلوقتي عشان معايا الموزه بتاعتي.
هبقى اروح المزه بتاعتي واجي اعمل معاك احلى واجب. بقول لك عايزين نأجر مركب ساعة نص. هي الساعة بكام؟ ب 120 جنيه. ليلة مؤاخذة هأجر جست كي يعني ولا إيه؟ ده أنا هنعمل معاك أحلى واجب أحلى من اللي بتشربه ده. يلا هات مياه يا أنت. ميت يا عم، هو أنت اللي هتأجر لي ولا أنا اللي هأجر لك؟ ولا المؤاخذة يعني أنا اللي هسوق. هتسوق هتسوق. اللي يشوفك كده يقول هتسوق عبارة. هي المركب الشراعي ديت يا عم محتاجة سواقة. ده أسهل حاجة. تجيب الشراع كده 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 تمشي يمين، تجيب الشراع كده 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 تمشي شمال. عايز توقف المركب في النص مطوه وقت على الشراع نصين. هو فيلم ولا ايه؟ علي النعمه انت دماغ عاليه قوي وشكلك كده المؤاخذه يعني مراكب قديم. امال انت فكرك هنا بس مش عايزين نتنطط بس على العالم. طيب خلاص هات 75 جنيه تاني. هنعيده تاني 75 جنيه؟ بقول لك انا هنعمل معاك احلى. وبص يابا انا مش هاخد مركب امشي بيها، انا عايز اي مركب من دولت ننزل نتعشى فيها انا والمزه بتاعتي، ومش عايزين حد معانا ولا حد يركب معانا ولا اي حاجه. وبعد كده انا هروح مطير المزه واخد بالك مروحها وارجع لك باحلى واجب طير 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 طير. ماشي. طب ماشي يعني كده وخلاص؟ فين الفلوس ميايا ميايا؟ انت جيت في جبل. خد يا عم مش خساره فيك. مية مية الله يكرمك. خد المركب دي. لا بص انا هاخد ايه؟ انا هاخد المركب اللي هناك دي. لا 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 هناك دي مخرومه. خد دي. لا لا انا عايز المخرومه اللي هناك ديت. انا هنقعد بس عشان نبقى براحتنا ونبقى جنب الميه. خد بالك وروح المزه وهنجي لك طير طير. صباح فل يا عمنا. الو ايوه يا ريس حمدان، الحقني في مصيبه سودة. اللي انت عملتيه ده برضه فتحت الاكل كده، الاكل هيبرد يا بنت الناس. يا اخويا ما يبرد جعانه. الله ما تقولش. بعدين بقى خد هنا قول لي، هتتعرف الراجل ده ولا شفته قبل كده؟ انا شفته هو اللي بيديك الفلوس والمفروض ان انت اللي تديله. ما انا عايز اعلمك اول درس بقى تاخديه من سيسا، اتعلمي في الزمن ده تاخدي ما تديش. كده بقى هخاف منك يا بنت. ده في السبوبه بس، لكن احنا مواضيعنا حاجه تانية خالص. احنا مالنا ومال الحسن سبوبه يا خوفي؟ لكون انا سبوبه برضو يا سيسا. كنت بتقولي يا بنت بسبوبه ده انت تبقي احلى سبوبه حصلت في حياتي. تعالي خشي نقعد جوه بقى. هنقعد بقى انهي واحده؟ مركب كده لوحدنا مع نفسنا. حاسب حاسب. كل حاجة جاهزة عندك في المطبخ؟ كل شيء تمام يا فندم. طب من فضلك طلعي لي الشوك والسكاكين من البوفيه. حاضر. ميرسي يا قلبي. لسه فاضل ساعة. يا سلام يا سلام. ايه المفاجآت دي يا ياسر؟ ايه اللي جابك هنا من غير تليفون؟ يا سلام على ريحة البارفان اللي أنا بحبه، فظيع تجاهي. أنت لسه فاكر؟ في ليالي كده يا حبيبتي مش ممكن تنسي. كده يا ياسر؟ يعني أنا بالنسبة لك مجرد ليالي؟ أمينة قالت لي إن أنتِ محضرة عشاء. أيوه، أصل سيسا جاي يتعشى معايا. سيسا. يبقى أنا فعلاً غلطان إن أنا جيت من غير تليفون. استنى يا ياسر. حبيبتي انا هبقى في شقه الزمالك، لو عوزتي اي حاجه يبقى كلميني. اقعد يا ياسر. ايه؟ ولسه في وقت ولا ايه؟ ما هو انت مش هتمشي من هنا غير لما تطلقه. حبيبتي ما احنا متفقين وانت في حكم المطلقه. انا عايزه اتطلق بجد. في جدول زمن يا حبيبتي. ولازم تبقي اهدى من كده. لان الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في شرم الشيخ لازم تخلص وباقصى سرعه. اتطلق الاول وبعدين اسمع اي حاجه. شيرين. هو لعب عيال ولا ايه؟ في حاجات لازم نتفق عليها يا حبيبتي الاول. اهمها ان الناس بتوع الوزاره اللي اشترينا منهم الارض ما يعرفوش ان احنا مطلقين. لان لو عرفوا يبقى كده بنطلع العفاريت كلها مره واحده. انا ممكن اعمل كل اللي انت عايزه. بس من فضلك بقى انت كلمه انت طالق. حاضر يا حبيبتي. انت ده ما كانتش
اصلي يا سيسا. اكل ايه وانت سبت حاجه تتاكل؟ انت طالعه من عيا ولا ايه؟ ليه يا اخويا؟ ما شاء الله، ده انت كان ناقص تاكلي دراعي مع الاكل ده. فرحانه يا سيسا، فرحانه من يوم ما دخلت حياتي وحياتي اتغيرت. الله العظيم تلاقي حياتك اتغيرت على شويه سمين، على شويه فشه كده ومنبر. امال لو كنت جبت لك كباب وكفته كنت هتقولي ايه؟ لهوي يا لهوي يا لهوي، كنت هقول واقول واقول. سيبك بقى من اللي انت هتقوليه واسمعيني، عشان في كلمتين عايز اقولهم لك. يا لهوتي، هو انت لسه هتقول؟ احنا مش هنمشي بام المركب دي؟ نمشي نروح فين يا بت؟ انت عايزانا نغرق جوه ولا ايه؟ مش انت لسه قايل للراجل ان انا بعرف اسوق المركب، اجيبها كده 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 تمشي شمال، اجيبها كده 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 تمشي يمين. اوبا، ده انت كنت راميه ودانك معانا بالجامد وسامعه كل حاجه. وعينيا كمان. مشيها اللي تجيبه يسوق. يا بت يسوق مين ده مسطول؟ ده لو مشي بينا شويه ممكن يخش في اقرب جزيره، ده ممكن يغرقنا جوه. اخص عليك بقى يا سيسه، خوفتني. ما تخافيش ولا حاجه، ما احنا قاعدين في الميه اهو زي الفل. طب انت كنت عايزه تخش جوه ليه؟ ساره، اصل جوه ضلمه كحل. والله طب ما احنا ممكن برضو هنا نخليها برضو كحل. يعني ايه ده يا سيسه، انت فهمتني غلط. الله، امال انت عايزه تخش جوه الضلمه ليه؟ مش فاهم. امتحان عشان اشوفك هتعمل ايه معايا جوه. خلاص يا ستي، اعتبريني سقطت في الامتحان. جرايه يا سيسه بقى. الله، خلاص يا بنت، انا مش حاجه جنبك خالص. خلاص، ده انت ايه ده؟ ده انت خانقه والله العظيم. هو ايه قعدت كتفيني جنبك؟ بقول لك ايه، انت بنت بموت. ايه يا عم، ايه يا عم الكلام ده؟ بص، انا ظاهر اني جيت معاك غلط من الاول. يا بنت اقعدي بقى، وانا كل ما اكلمك هتقومي كده تنطي. اقعدي. بص بقى عشان افهمك، انا اتخطبت صحي كذا مره وفسخت، بس مفيش راجل قدر يهوب مني ولا يلمسني. سيسا، انا راجل. طب اوبا، كنت هتدبس فيك يعني؟ انت كنت راجل وعملت عمليه قلبت ست ولا ايه؟ ايه بقى، خلي عندك دم ونظر. الراجل قال كل القلوسه دي وتقول عليا راجل؟ راجل بجدعانتي وشخصيتي. هلا، واللي يفكر يقرب مني قلوشه. انا عارف، انا عارف، باين باين. انت هتقولي لي؟ بص بقى هريحك، انا بنت بنوت، بس نفسي بقى ست الستات. طب وانت هتبقي ست الستات ازاي والنور حوالينا كده؟ لازم تتلمع عشان تبقي ست الستات. حلوشك يا سيسه، وايه طرشه؟ خلاص بقى يا بت، في ايه؟ مالك؟ انا بهزر معاكي، انت فاكراني ايه يعني؟ انا برضو سيسه، ابو الرجوله وابو الجدعانه وبفهم في الاصول. ايه في ايه؟ امني بالله، انا لو دخلت عليكي مره لقيتك نايمه عريانه هتغطيني. صح؟ اغطي مين يا بت الهبله؟ ده انا هقطع الغطا وارميه في الشارع. يا خلاص، من غير صوت. خلاص يا رب. كل المراكب اللي حوالينا زي الفل، مش عارف احنا اللي عاملين لبط في النيل كله. ليك ايه قاعده كده؟ انت في مدرسه؟ انا احترت معاك يا بنت. عايز ايه بقى؟ في ايه ياض؟ يا ابني جري كده على ملا وشي وخليتني سبت المصلحه. يا معلم، الموضوع كبير قوي، الموضوع يقلق. موضوع ايه يا ابني؟ بص كده يا معلم، مين هناك وانت تعرف؟ الله، ده سيسه بتاع شبرا المرشي. هو بعينه اول ما طلع عليا هرشته. وايه اللي خلاه قاعد في المركب دي بالذات؟ ما هو ده اللي جنني يا معلم. قعدت اقول له المركب دي فاضيه، المركب دي فيها كاسيت، المركب دي اوسع، راسه الف بلغه قديمه ما بيركبش الا المركب دي. المركب دي يا معلم اللي احنا مخزنين فيها البضاعه، عشان كده ما توغوشت اتصلت بيك تيجي بسرعه عشان انت بتتصرف. ومين البت اللي معاه دي؟ ما هو دي نفس البت اللي كانت معانا موقعه المعلم بتاعنا. معنى كده بقى انه لسه شغال مرشد مع شريف بيه؟ اكيد. بس انا ايه بقى، عملت فيها مغفل، واول ما طلب مني فلوس اديته. هو اتكلم معاك في سكه الفلوس؟ اتكلم. طب حلو قوي، احنا كده عرفنا دي. استناه بقى لما يطلع بالسلامه ونتفاهم معاه. بقول لك يا معلم، تفتكر الواد ده عارف ان المعلم بتاعنا هو اللي قفشوه على الكورنيش لما كان ماشي ولابس النقاب؟ طبعا عارف، مش مرشد؟ ولو منفذش بقى اللي احنا عايزينه بعد عن طريقنا عشان نعرف نصرف البضاعه دي، يبقى هو بقى اللي جابه لنفسه، والنيل يبقى اولى بيه. احنا هنقضيها كده، ما تخش جوه بيت الناس عشان ما تفضحيناش كده. خشي. بص بقى، انا قلقانه منك. ما تقلقيش، تعالي اقعدي، مش همديني. خلاص اقعدي بقى، مفيش حركات. خلاص بقى اقعدي. عايز ايه؟ اقعدي بقى واسمعيني كويس عشان تسمعي مني الكلمتين اللي فيهم فايده. الحمد لله، يبقى انا ودت تخطبني. قولي بقى، هتكلم لابويا؟ ده ايه البت اللي بتتلكك دي؟ اخص عليك يا سيسه، كسفتني. خطوبه ايه اللي تيجي على طول؟ مش لما نعرف بعض الاول كده؟
دي احسن حاجه اللي تيجي على طول كده. ايه رايك بقى؟ انا سالت عنك واتقصت وعرفت عنك كل حاجه. انت راجل جدع وكسيب ومتجوز والحمد لله طلقت، وعندك واد اسمه كريم في اعداديه بتصرف عليه، وكل ده عاجبني وداخل مزاجي. ايه رايك؟ الله الله الله، انت شغاله مرشد بقى ولا ايه؟ انت عرفت منين الحاجات دي كلها؟ مش هقول. لا قولي عرفت منين. من الواد سعيد اللي بيشتغل معاك، اصله ابن عم. صحيح، ده كان سعيد قال لي الموضوع ده صحيح وانا اللي نسيت. يا نهار ابيض. حسرتيني حسرتيني، عرفت البيت وعرفت الشارع، يعني مش هعرف اهرب منك انا. نعم نعم نعم، هو انت كنت ناوي تهرب مني يا سيسا؟ زرزريش نفسك كده، مش قصدي عليكي، انا عايز اهرب من الجواز اساسا يعني. اه قول لي بقى، انت اللي طلقت مراتك ولا هي اللي خلعتك؟ شكلك كده انت اتخلعت. مخلوق مخلوق. ده مين ده بت اللي يخلع من سيسا؟ سيسا ما يتخلعش، سيسا هو اللي بيخلع. ده انا نفدت منها بجلدي. هي كانت شرانيه للدرجه دي؟ الله بقى الله يسامحها بقى، شرانيه ولا مش شرانيه. على فكره انا ما بحبش اتكلم كتير في الموضوع ده، يا بنت حلال برضه وغلبانه، وفي النهايه ما بحبش اتكلم على ام ابني، دي ام كريم برضه. في حاجه ولا ايه؟ عارف كل ما اقعد معاك واتكلم معاك احب فيك حاجات جديده. يا سلام على الكلام اللي انت قلته دلوقتي عن طليقتك، بجد ست في نظري قوي. يا صابر يا صابر، ده انا كنت نسيت الاسم ده. حتى صابر عرفتيها؟ الله العظيم. ايوه صابر، احبك يا صابر. ايه انت مش هتقول لي بحبك يا دنيا؟ بحبك يا صابر، بحبك يا دنيا. المفروض بعد بحبك يا دنيا اعمل ايه بقى؟ بكره الصبح اكون نطت عند ابوكي طالب ايدك ولا ايه؟ يا وكستي، انت مش هتقول لي بحبك يا دنيا؟ هتقولها يا صابر، قول بحبك يا دنيا. اسمعها اسمعها والله العظيم. خلاص بحبك يا مجنونه يا بنت المقشط اللي كده هجنن. هنجنن بعدين، هجنك وتجنني يا بنت المجنونه. يلا عشان اروحك عشان ما تتاخريش. على مالك يا زال يا ناس، يا زال وسرح في الفلك. هو طالع يا ريس حمدان، بس خليك حريص معاه في الكلام، يرفض الرشوه ويودينا في 60 داهيه. احنا يابا في السليم ما نعرفش اي حاجه عن المخدرات اللي الريس بتاعنا مخبيها، عايزين يسالوه يسالوه. ربنا يعدي الولاد على خير. طب اتقل بقى عشان خلاص جايين اهو. بص بقى يا سيسا، ما دام انت بتحبني وانا بحبك ما نضيعش وقت، بكره على طول تقابل ابويا وتظبط الخطوبه والجواز كله. يا بنت مش قوام قوام كده، اهدي عليا، انا راجل عندي مصاريف كتيره، وبعدين عليا نفقه شهريه. وماله، ايد على ايد تساعد، قول يا رب يا رب. الله الله الله، مش تقول يا واد ان المعلم سيسا عندنا هنا بنفسه. اهلا وسهلا، في حاجه عمنا؟ ابدا، كل خير، هنعمل معاك الواجب. اه لا معلش، عشان بس الوقت متاخر وورايا سبوبه بعدين. سبوبه ايه يا عم الحاج؟ معلم حمدان صاحب المرسى دي كلها بيقول لك هيعمل معاك واجب، يبقى تتفضل. وانت تعرفنا عم حمدان؟ الله الله الله، في حد ما يعرفش المعلم سيسا؟ ده انت مصايد في شبرا من اولها لاخرها. اه ده كده الموضوع يقلق بقى. بقول لك تعرفي تجري؟ اجري فريره. اول ما اقول لك اجري اجري على طول. اجري دلوقتي بس. شكلهم بيرسموا خطه. اصبر بس، في حاجه يا سيسا؟ لا لا مؤاخذه، لو كان علشان خاطر المصلحه اللي انا اتكلمت فيها مع الفخم يعني، فانا بس كنت مستنى اوصل المزه وارجع له بيها. يا عم المزه مش غريبه عليه. مزه؟ مزه ايه يا جدع انت بتتلم؟ الله، اجري يا سيسا. اهدي. خير يا عمنا. بقول لك يا سيسا، خد دول. ايه دول عدم المؤاخذه؟ 2000 لحلوح. شفت يا سيسا وشي حلو عليك ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، 2000 جنيه بالصلاه على النبي. استني بقى، مش لما الفلوس دي بتاعتها فنديه. من الاخر كده، علشان ما تجيبش سيره لشريف بيه عن اي حاجه انت هرشتها في المركب، ايه رايك بقى؟ هو في ايه يا سيسا ما تفهمني؟ استني، مش لما افهم انا الاول؟ في ايه فخم منك له؟ فاهمة الزفت ده كمان ما جاش ليه؟ ثابت بقى، علشان النمرة دي مهمة فندية. مين اللي بيكلمك؟
استنى شوية. بقول لك ايه؟ لو الموضوع فيه شريط بيه الظابط ما تردش. اسمع الكلام بقى وما تردش. يا جدعان ما ردش ايه؟ دي مدام شيرين بس، انا بفكر ارد ولا ما ارد؟ دي مدام شيرين لازم ارد عليها. الو؟ اه مدام شيرين. مين شيرين؟ شيرين مين دي؟ استني بقى. على فكره ده شريف بيه وبقول له يا شيرين، بيتكلم بالشفره حركه تموين. انا مش سامعك يا مدام شيرين، علي صوتك شويه. ايوه الو. ايوه مدام شيرين معاكي. انت بترد كده ليه؟ انت اللي بتعلي صوتك ليه؟ انت فين دلوقتي؟ في الشارع؟ في الشارع بتعمل ايه؟ انا في مصلحه كده ان شاء الله، كده هخلصها وهقول لك التفاصيل بعدين. مين دي؟ ومالها كده عايز اعرف كل حاجه؟ يا بنت دي زبونه عندي. اسكتي بقى. لا مش انت مدام شيرين. اصل انا في المعادي عند مرسى مراكب كده في المعادي. هخلص واقول لك. انا بقول لك ايه؟ امسك يا كده. ده كمين يا معلم؟ كمين ايه؟ استنى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده ضرب نار. سيسا طمني عليك. سيسا رد عليا قول لي في ايه؟ اللي انا سمعته ده ضرب نار. ايوه بجد ضرب نار، وكان في بنت بتصوت. يا ترى الواد ده فين؟ يكونش مات ولا جرى له حاجه؟ ده انا نمرتي على موبايله. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انت يابا ايه اللي مشاك من هنا يابا؟ رود الفرج مش كده خالص، كان لازم تخش شمال الاول. حاضر يا استاذ، هلف من اليوتيرم اللي جاي. ترمي ايه بس وبتاع ايه يابا؟ شاهل شويه لسه، هتوديني رياض الفرج وبعدين ترجعني اسم شبرا. اسم شبرا؟ يا ساتر يا رب. بقول لك يا سيسه، ما تجيب موبايلك يا اخويا عشان اكلم ابويا اطمنه عليا، اصل ما عنديش رصيد. وده وقته يا دنيا؟ يو اسيبهم قلقانين عليا يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما انا مروحك يا بنت الناس دلوقتي. ما تجيب يا سيسه التليفون، اجرى لك ايه؟ الله. طيب النمره كام؟ طب اطلبها لك انا. مش حافظاها، هات الموبايل وانا هطلعها، وخليك انت في السواق اللي هيتوهنا ده. انا مش ناقص بقى توتر، كفايه ضرب النار اللي اتضرب علينا النهارده. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ضرب نار. الله، في ايه يا سيسه؟ عيب كده؟ انت محسسني يا اخويا اني هسرق التليفون، ما تخليك مع السواق التايه ده. انت يابا انا مش فاهم، انت مودينا فين؟ قلت لي هنلف، انت عمال بتلف في حتت. انت ايه اول مره تيجي شبرا ورود الفرج؟ مش فاهمك انا. في ايه يا استاذ؟ مدينة ماشيين في طريقنا، هو انا اول مره اروح رود الفرج؟ وطي صوتك منك لو ابويا مش عارف ان انت معايا والجرس بيرن. ايوه هو نمرته. الو سيسا، انت فين؟ انت فين وبتعمل ايه؟ رد عليا بسرعه. ابعد بقى يا سيسا. سيسا ده يا سيسا، انت طلعت سهن ولا عاصفة الصحراء؟ ايوه ارض جو بر بحر، يخرب بيت شيطانك. ايه المقاصه دي يا بنت؟ بتتكلمي مين؟ خد بقى، شفت اهو الخط قطع، خد الموبايل. بتتكلمي مين؟ عايز افهم انا. الخط اتقفل. اكيد الخط اتقفل واتفتح من قله ادبهم اللي بيعملوها في العربيه. شوف حكاية الواد ده ايه؟ الأرض بر بحر جو. مين ده؟ سيسا الواد ده. أنا عايز أعرف أنت عملت يا نهار أسود، ليه كده؟ إيه ده؟ إيه اللي عملتيه ده يا بت؟ أيوه أمال أنت فاكر إيه؟ ابقى وريني المزة اللي كانت بتكلمك هتكلمك تاني إزاي؟ أمن بالله أنت هتخليني أقفل معاكي قفلة العمر، ده أنت طلعت كيادة وفراسة بجد يعني. يلا يابا خلينا نرميها نروحها وبعدين ترجعنا على اسم شبرا. مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا بوجو. إيه ده إيه ده؟ في إيه يا ماما؟ بتفتحيش الباب ليه؟ دي البنت بتاعت الصين. الله وماله، عيب تقولي علينا إيه بس؟ كده. يلا. فين سيسا؟ في إيه؟ فين؟ سيسا؟ إيه اللي حصل؟ بقول لكم فين؟ سيسا. مالك داخلة علينا كده زي ما يكون عاملين عمل؟
دي جايه تقبض علينا دي ولا ايه؟ في ايه؟ بقول لكم فين سيسا؟ واحنا يا حبيبتي بنقول لك في ايه؟ تقوم ترد علينا وتقول لنا ايه اللي حصل؟ ماشي، اتصل بيا وطلب باروكا صيني، مكياج صيني، لبس صيني، شربات صيني، كله صيني، وقال لي وقت الزمن يعني ساعة، يعني لو مش عارفين عربي. لا عارفين يا حبيبتي عارفين، ولغاية دلوقتي مرجعش. واحنا مالنا بقى جايانا في وقت زي ده ليه؟ علشان هو مش في البيت ولا في الورشة ولا بيرد عليا لما بتصل للتليفون. بقول لكم ايه، لو ما جاش ووراني نفسه انا هرقعه علقة اكسره دشدشه فيها. لا لا لا، بقول لك يا متشوع عيب قوي الكلام اللي انت بتقوليه ده عندنا هنا. انت هتتحايل عليها يا بنت ولا ايه؟ ولا تكوني مفكره يعني الخشبتين اللي عملتهم في الهوا المره اللي فاتت هيخوفوني؟ لا يا حبيبتي، ده انا نميزه، نميزه قلب الاسد يا حبيبتي. ما تتهوريش يا ماما، ما تتهوريش والنبي. بقول لكم ايه، حقي يرجع لي دلوقتي، يا اما هبلغ السفاره وهروح البوليس هتيجي يقبضوا عليه. عارفين ليه؟ حاطط لي وكاتب لي وصل أمانة. وعرفتي وصل الأمانة كمان؟ يكون في علمك بقى أخويا سيسا، وأنا عارفاه كويس قوي، لا يمكن يكتب على نفسه وصل أمانة أبدا. يعني إيه؟ يعني أكيد ضرب لك إمضة. بيزور كمان؟ يا نهار اسود، انت هتسجني اخوكي؟ ياما اسكتي ياما اسكتي. بقول لك يا متشو يا حبيبتي، اقعدي كده اجيب لك حاجه تشربيها قبل ما اكلم خالي ونشوف ايه اللي حصل. لا شكرا سيسي، انا هستنى في البيت. مع السلامة يا حبيبتي. الباب يفوت معزة. بقولك يا متشو حبيبتي، ما تزعليش من امي، اصلها بتحب خالي قوي. ها ماشي، انا هستناه في البيت، بس انت لو عرفتي حاجة من فضلك كلميني. مع السلامة يا حبيبتي. يا أميرة، يا بنت القمرة، يا غالية، يا طيبة، مع السلامة. اللي يشوفها وهي داخله علينا ما يشوفهاش وهي خارجه. الكلمه الحلوه ياما، الكلمه الحلوه. بقول لك ايه، كلمي خالي علشان انا معيش رصيد. مضيعه فلوسك على الكلام الفاضي ومش عارفه تحوشي قرش لنفسك، ودايما موبايلك ما فيهوش رصيد. عيب ياما، انت بالذات عيب تقولي لي الكلام ده علشان عندك محل كروت شحن مش عايزه تشحني لي، سايباني ماضيها كلمني. شكرا. اصلهم بيعدوا عليا الصبح يوزعوهم عليا ببلاش، ده انا بكسب كلام فاضي على الهرسه دي كلها. طب يا اختي انا داخله نام. شوفي البيت وليها عين تتكلم معايا وهي من غير رصيد الموكوسه، هي وخالها بتاع وصل الامانه ده، ما وريته على العمله السوده دي. يا باشا اذا كنتش حال ان انا اللي جاي اشتكي لك يا باشا، انا اتضرب عليا نار، اتضرب عليا نار في المرسى يا باشا وجاي اشتكي لك. كل الكلام ده لا ما ياكلش معايا، انا عايز اعرف ايه الحقيقه بالظبط. والله العظيم كل اللي قلته لك ده هو اللي حصل، انا ما كدبتش عليك في حاجه سعاده الباشا. انت مش كنت بتتعشى مع البنت بتاعتك على المرسى؟ ايه اللي قلب بقى الموضوع وخلاهم يضربوا عليك نار؟ بسببك يا باشا، بسببك. بسبب انا؟ اه والله، جالي تليفون من شيرين هانم وهما بيتكلموا معايا، فبقول لها ايوه يا شيرين، هما فكروني بقول ايوه يا شريف بيه، فقعدوا يتكلموا مع بعض افتكروا ان انا لسه شغال مرشد مع سيادتك، راحوا مطلعين الطبنجات وهاتك يا ضرب نار. تاني؟ شيرين تاني يا سيسا؟ اشتغلني يالا؟ تخلي بنت من قراضيشك تتصل بيك وتكلمك على اساس انها شيرين بنت اخو اللواء كمال؟ تعمل عليا انا مهم يالا؟ والله ده اللي حصل يا باشا. وانا من غباوتي اقول لك اسالها عمها ترقى ولا ما ترقاش؟ ايه ده، انت عرفت ان هو ما ترقاش في الحركه ولا حاجه؟ طلع معاش يا حبيبي، طلع معاش. وانت بتسرح بيا وما تعرفهاش، شوف دي بقى تهمتها في القانون تبقى ايه يا باشا. والله العظيم عارف. طب مش حال اذا كنت انا سمعتك صوتها وهي بتكلمني في التليفون؟ طب هقول لسعادتك حاجه، هي لسه قبل ما اجي عند حضرتك وانا في المرسى اتصلت بيا ساعه ما قلت لها ايوه شيرين وبتاع، فكرني بقول يا شيرين، اهي نمرتها اهي. اتصل بقى انت حضرتك شوف انا اعرفها ولا ما نعرفهاش. تعرفها، تعرفها يا حبيبي تعرفها، بس كبيرك بقى تركب لها شباك ضرفه الوميتال، انما مش حب وهيام وبانيو وبوس. لا في بوس، بتفتح لي التليفون والنعمه بلوتوث وبيبقى في بوس.
مصر برضه يالا؟ ما انا هقول لك ايه طيب؟ برضه مصر؟ ماشي. طب ايه رايك بقى ان انا النهارده نباتشي؟ وما انتش ماشي من هنا وقاعد معايا لحد الصبح. وانا طول اقعد مع سعادتك ده شرف ليا يا باشا. ارجع! جزمه قاعد تحت رجليك، جزمه هو قاعد تحت رجليك، ما تزعلش نفسك. ماشي يا باشا. مش ما انا اللي غلطان. انت اللي غلطان يا سيسه برضه، بقى الباشا بيقدرني زي اي مجرم. ببرتم تقول ايه يا؟ ولا حاجه يا باشا، ببرتم يعني هقول ايه؟ بقول لك يا باشا يعني انا يتعامل فيا كده؟ سيسه يتعامل فيه كده يا باشا؟ بعد ما ربنا كرمني ومسكت لك الراجل اللي كان لابس نقاب انا يتعامل فيا كده؟ مين يا دي اللي مسك الراجل يا؟ امال انا كظابط كنت بعمل ايه؟ ورؤساء كانوا بيعملوا ايه؟ ما انا بقول كده برضه يا باشا ان انا بتقول كده دلوقتي؟ انت الظاهر ان انت بقيت قليل ادب قوي وبقيت تطاول قوي، طب ايه رايك بقى ما انتش ماشي النهارده غير لما اعرف الحقيقه بالظبط؟ وما انتش منقول من هنا وقاعد معايا للصبح. جزمه قاعد تحت رجليك ولا تزعل نفسك. لا احبقى لما تشوف التليفون ده ايه. ايوه يا فندم. ايوه يا سعادتك. امرك يا فندم. مسكناهم يا فندم؟ مسكتوا الحراميه؟ طيب. ايوه يا فندم. رحلتوهم على المديريه؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب يا فندم. طيب حاضر يا فندم، كله هيتم حسب تعليمات سعادتك يا فندم. مع الف سلامة يا فندم، تؤمر سيادتك، تؤمر. يا ما انت كريم يا رب، ألف مبروك يا سعادة الباشا، ألف مبروك إن أنتم مسكتوهم. مسكنا مين يا؟ الجماعة الهربانين اللي ضربوا عليا نار. جماعة مين اللي هربانين وضربوا عليكم نار؟ مش أنت لسه بتقول له إن أنتوا قبضتوا عليهم دلوقتي اللي هم كانوا هيضربوا عليا نار المراكبية؟ دول حرامية شقق مفروشة. يعني والجماعة المراكبية يعني ما اتقبضش لسه عليهم؟ لا يا حبيبي، الجماعة المراكبية بتوعك دول لسه هربانين. طب ما تشد حيلك انت ورؤسائك برضو وقبضوا عليهم علشان انا هنتبهدل في المنطقة. اقعد يا جزمة قاعد تحت رجليك.